من أجل تحقيق عدة أهداف ليس جميعها رياضية، تواصل الهيئة العامة للرياضة والشباب وبالتعاون مع عدة جهات تنظيم الدورات الكروية الخماسية في مدينة كيلس التركية. الدورة الأخيرة حملت اسم الشهيد محمود الجوابرة، وهو لاعب سابق في نادي الشعلة الدرقاوي وأول شهيد في الثورة السورية. قد لا يكون الانتصار والتتويج هو الهدف الرئيس للمشاركين في هذه البطولة، لكن ذلك لم يمنع الإثارة والحماس والمنافسة الشديدة في الميدان. أول شيء بنهدي هذا الفوز لانتصار لأطفال سورية، لأبطال سورية ولشهداء سورية بالأجمع إن شاء الله. الحمد لله على كل حال، ما في يعني نحن فرق بيناتنا، نحن هون الفرق كلياتنا أخوة، يعني نحن أخذنا ولا هن. المهم الدورة يعني تمت بشكل ناجح، يعني شفت أنت الافتتاح، شفت شلون التنظيم، يعني على مستوى عالي. جمهور كبير تابع مباريات البطولة التي استمرت لأكثر من شهر، وشارك فيها 8 فرق من الشباب السوريين المقيمين في مدينة كيلس، بينهم عدد من اللاعبين المنشقين عن النظام. جينا لحتى ننبسط ونفرح العالم والجمهور، وأنا بشجع نادي الاتحاد والكرم. نتمنى كل واحد بشجع الاتحاد لها ينبسط ويفرح في المباراة. نتمنى نرجع نلعب في سوريا ونشجع في سوريا أحسن بلدنا. النجاحات التي حققتها اللجنة المنظمة في 8 دورات سابقة والتي لم تتلقى خلالها أي دعم أو مساعدة شجع مؤسسة اليوم التالي على رعاية هذه البطولة ماليا، ما وفر حالة تنظيمية أفضل. ضمن برامج منظمة اليوم التالي بمجال العدالة الانتقالية وتخليد الذكرى، فكانت هذه المبادرة منها لتخليد ذكرى شهداء الثورة السورية اللي سقطوا واللي ما حدا كان يعني سمعان فيهم أو انتسوا شوي، فكانت هذه المبادرة أنه نضع بطولة رياضية تحمل اسم أحد أوائل الشهداء. ربما عانى منظم هذه البطولات للتأسيس لها والمحافظة على استمراريتها في مدينة كيلس التي تحتضن مئات العوائل السورية، لكنهم اليوم يحققون بصمة مهمة تجعل لجهودهم معنى وقيمة.